يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، تسليم، يعني إلى إذا الله سبحانه وتعالى أمرك، إذا رضي لك بالفقر على عيني وأرضا، بالسجن، بالمرض، بموت الولد، بأي مصيبة، ما دام علمت أن رضا الله في ذلك ما لازم تعترض، تسليما لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى مو عدوك، إن الله حكيم ورؤوف ورحيم وودود وكريم. فإذا خالقك الذي هو الحكيم وهو الودود وهو الرحيم شاف المصلحة أن تتمرض، تتمرض هاليوم ثلاثة فد مدة، إذن هاي مصلحة، يعني في مرضي أنا اللي قسم الله لي حكمة، حكمة إلهية، ويجوز أنا هاي الحكمة ما أفهمها. فالمؤمن دائما يجب أن يكون هكذا. أضرب لكم مثال آخر. دخل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، وهو من أجلاء الصحابة. جابر بن عبد الله أولا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك فاطمة الزهراء، كان أحيانا يستأذن فيدخل على السيدة فاطمة الزهراء ويسمع إلى أحاديثها ويرى كراماتها. تعرف إلى الإمام أمير المؤمنين، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين، إلى علي بن الحسين، إلى محمد الباقر. شو كم سبعة من المعصومين أدركهم وجالس عندهم وسمع منهم. زمن الإمام الباقر عليه السلام بعد جابر بن عبد الله كان مشيب، والإمام الباقر بعد شباب. دخل جابر على الإمام الباقر سلم، الإمام رد عليه السلام قال لك كيف أصبحت يا جابر، شلونك؟ اسمع، قال سيدي أصبحت والمرض أحب إلي من الصحة، والفقر أحب إلي من الغنى، والخوف أحب إلي من الأمن. هسه عبارة الإمام يقول له أحسنت أحسنت بارك الله فيك. شاب الإمام ما قال ليش، قال له ولكننا أهل البيت مو هالشكل. قال كيف أنتم يا ابن رسول الله، شلون لعب؟ الإمام قال له إحنا أهل البيت نحب ما يحب الله، الله إذا رضي لنا الفقر رضينا به، إذا رضي لنا الغنى رضينا به، إذا رضي لنا الصحة رضينا، إذا رضي لنا المرض رضينا، فإحنا رضانا تابع إذ من؟ لرضا الله.